يمكن تواجهوا مع عصابة انترناسيونال مافيا فيها ناس من الأمن من فرنسا الآن محلول عليهم أنكيت، فيها ناس عندهم نفوذ كبير والسلطة والمال. يعني إحنا كضحايا ديجا عندنا هشاشة مادية، يعني ما نقدروش نتواجهوا مع هاد الناس بدون الدعم ديال المجتمع المدني والدعم ديالكم كصحافة وحرصكم على حمايتنا، حيث في الأخير نحن بنات هذا الوطن. وهاد سياسة التشهير ما خصهاش تكون عند الصحافة الحرة واللي كتحترم نفسها، لأن في الأخير حنا ماشي متهمين، حنا الضحايا، يعني يجب الحرص على حمايتنا. وكنظن أنه غادي ندير كاع اون بورسويت جوديسيير كونتر هاد الموقع اللي شهر بيا وبالأقوال ديالي حطهم كما هما. يعني من السهل على الطرف الآخر يعرف شكون، ومن السهل أنهم حطوني مهم حطوني في وضعية لا أحسد عليها. في الشق التشهير عندنا حتى بعض الناس اللي كيخدموا مع هذيك العصابة، عصابة جاك بوتي ومن معه، اللي قامت بحملة تشهيرية ضدنا، ومع ذلك لم تتحرك السلطات لإيقاف هذا، رغم أنه كان تشهير بنا على جميع المستويات. يعني كاين السب، القذف، إعطاء أسماء الضحايا، وما كانت حتى متابعة لهاد السيدة وهذوك الأشخاص اللي داروا بنا التشهير. يعني بالنسبة لا بروسيدور جوديسيير اللي درنا، عندي بعض التحفظات على المحاضر، بعض التحفظات على المرحلة الأولى ديال لونكيت، ولكن ما غنعطيش لي ديتاي. أنا مصدومة لأنه لم يتم إقحام مسؤولية الشركة في هذا، لأنه في الأخير السيد جاك بوتي الثروة ديالو موجودة في الشركة، وكان كيسخر الثروة ديالو من أجل استغلال البنات. يعني الشركة هي اللي كانت كتستغل بطريقة أخرى البنات، واليوم كنشوفوا أن الشركة غير متابعة في مسؤوليتها الجنائية. وحنا كنعرفوا بأن الاتجار في البشر في الفصل 448-6 كيقول بأنه يعاقب بغرامة الشخص الاعتباري الذي ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذي يمثله هو جاك بوتي أو يديره جاك بوتي والمدير العام للشركة ويعملوا لحسابهم، هما المجموعة الناس اللي تشدوا في طنجة. وعلى ذلك يجب على المحكمة بحل الشخص الاعتباري، هذا هو اللي منصوص عليه في الفصل 448-6. اليوم كنلقوا أن الشركة ليست لها مسؤولية، خرجت منها كيف الشعرة من العجين. دونك أنا بغيت غير عندي هاد التساؤلات كنطرحهم. إذا هاد الشيء هذا هو اللي بغيت نهضر عليه أنا. هاد الوضعية الصعبة نخرجوا شي حاجة مزيانة وتعطينا هدف جديد في الحياة ديالنا، باش حنا نقدروا نعاونوا ناس جداد ونصحوا ضحايا وحدين اخرين يمكن في المستقبل. كنشكر الصحافة، الجمعية، كاع الحضور على المواكبة ديالكم، على التتبع لهاد القضية هادي. احنا فرحانين حيتاش كنشوفوا هاد الدعم هذا، وكنشوفوا ان القضية ديالنا ما تنساتش. كنشكر الصديقة ديالي في الملف على المداخلة ديالها الشجاعة. انا بلوتو غادي نهضر على الجانب النفسي والعذاب النفسي اللي كنعانيو منهم. احنا حياتنا تقلبت راسا على عقب من مورا الجحيم اللي عشناه في ديك الشركة هذيك، بالمشاركة ديال المسؤولين تماك والناس اللي شاركوا في ديك العملية الإجرامية. مع كامل الأسف مازال ما لقيناش طمأنينة، مازالين مخلوعين، مازالين خايفين. كي قال الأستاذ زهراش المتهم الرئيسي، مع كامل الأسف مازال ما كاينش مذكرات. المتهم الثاني واللي اليد اللي هو اليد اليمنى ديال جاك بوتي حتى هو في حالة فرار، وما كنظنش انه غادي يعاود يحاول يجي للمغرب باش يتلقى عليه القبض. باقي المتهمين المسطرة ماشية مزيان في حقهم، كاينه متابعه، ولكن هذا لا يكفي. بصح حنايا من غير الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا
ما كاينش ما عندناش باش نديرو علاج نفسي. احنا اصلا كنعانيو من حاله ديال الهشاشه، مازالين عايشين نفس لو ستريس، نفس الخوف. فوالا، كنشكركم وكنعطي الكلمه للاستاذ. بالنسبه انا عندي الابن ديالي اللي تغصب تصعب 7 سنين وداز في المحكمه وداك الشيء، وللاسف اللي تحكم بالبراءه ديالو في الاستئناف الابتدائي داز بعامين والاستئناف، نظرا لوجود بعض المفسدين في القضاء. انه هناك السيد اللي تكلف بالقضيه اللي هو رئيس الهيئه معروف عليه في المدينه ديال اسفيد بالرشاوي وبعدد الشكايات من طرف الناس كثيره، والقرار اللي دار المجلس هو انه باش يعاقب ولا شي حاجه نوجه ليه يعني الانتقال لمدينه اخرى، مدينه سطات. من حسن الحظ انه في مدينه سطات دابا راه متابع في مجلس التأديبي، ولكن حنا الضحايا دابا ديما تجي فينا الدقة، وخاصة الوليدات الصغار اللي تتعرضوا، وحسب القانون اللي هو يعرف الأستاذ أحسن مني 485، يعني أي تصريح ديال الضحية قصير تيعاقب عليها القانون من 10 سنين حتى 20 عام. وبهذا القانون ما تيتاخذش. التحليل اللي دار السيد القاضي هو انه ما كاينش اثبات، يعني خص كل واحد شي واحد مختص ما يكونش واحد حدا راسه باش يشهد باش يكون هذاك الاثبات. ملي مشيت عند الرئيس ديال المحكمه قال لي يا ودي احنا ما عندنا ما نديرو دابا، قلت له صح رجعت شنو ما عندنا ما نديرو، يعني يمشي داك الشيء دار الرباط ونشوفوا النقد وهذا الشيء اللي كاين. وسمحوا لي ونتشكر جميع المتدخلين، لا جمعيه لا صحه.